غياب القانون وانشغال الدولة في الخطورة الوبائية يستغل المواطن هذه الظروف بالتجاوز على الأرصفة المخصصة للسير وسط مناشدات للجهات المعنية لمحاسبة المخالفين لهذه الظاهرة الغير الحضارية. نعم، تغاضينا في الفترة الماضية في بداية جائحة كورونا عن بعض السلبيات التي ظهرت من خلال التجاوز على الأرصفة باعتبار الوضع الاقتصادي كان جدا حرج، أما الآن لا، ما مسموح لأحد. حقيقة الرصيف هو للمارة وليس لأصحاب المحلات أو أصحاب الفنادق، وبدأت البلدية بحمل رفع هذه التجاوزات ومستمرين إن شاء الله ابتداء بمركز المدينة وانتقالا شيء فشيء إلى أطراف المدينة سواء الأقضية أو النواحي. لابد أن تنتظم الأمور ولابد أن تكون هنالك وسائل رادعة حقيقة، لكن نأمل في المجتمع أن يرتقي إلى المستوى الذي دون عقوبة عليه أن يميز بين الصحي والخطأ. والله عمي التجاوزات أولا استغلتها الناس لأن غياب الدولة، قانون ماكو، غياب القانون، لأن لو كون أكو دولة وقانون نظامي وحكومة نشطة ما يصير هذا. أولا تعطي المواطن حقه والمتجاوز يتحاسب، تحرك البلدية وعلى الخطة العمرانية شنو موجود، شنو قياس الشارع، شنو مجال الرصيف، هاي كلها انفقدت لأن البلد يعاني من أحزاب والأحزاب قامت كل من تجر الكترة، واليوم هذا غياب الدولة القانون، لأن أكو قانون يقدر يثقف الشعب، الشعب المثقف يقدر يحكي، ما ظل يتجاوز على حقوق الدولة ولا على الشارع ولا على الرصيف. مسلة حمورابي التي وضعت القوانين لجميع البلدان الأخرى منها المخالفات القانونية وعدم التجاوز على حقوق الآخرين تخالف اليوم من العراقيين أنفسهم، وكما يشاع دائما من أمل العقاب ساء الأدب. بالنسبة للتجاوزات ظاهرة غير حضارية، أولا احنا شعب مثقف، شعب يريد الحضارة تبدأ بالعراق، والحضارة يعني العراق هو أب الحضارة، فهاي الظاهرة اللي مال التجاوزات اللي عماريات واللي سقفيات واللي شوارع المطبات اللي تسويها العالم مو حضارية. تروح للدول الأجنبية تلقى الحضارة عندها إيران دولة عارف شلون حدائقها منظفة مرتبة، يعني بالنسبة للمحلات ذني غير حضارية تجاوز مالها. كثرة التجاوزات وغياب القانون يؤدي بالمواطن العراقي لارتكاب مخالفات عديدة ما لم تكن هناك أيد تضرب من حديد لكل المخالفين. لقناة تغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.